لن نموت جوعا، عنوان جعله أبناء مدينة تعز شعارا لهم للتنديد بتجاهل وضعهم المعيشي. هذه المسيرة التي جابت شوارع المدينة واحدة من عدة مسيرات احتجاجية ما تنفك تهدأ حتى تعود إلى الواجهة، مسيرة يقول عنها المنظمون إن تدهور الحياة المعيشية يتسارع في ظل الإقامة الجبرية تحت الحرب ومعترك الظروف الاقتصادية المتدهورة. الناس في تعز يعيشون حالة من الفقر المدقع، وصلوا إلى مرحلة لا تطاق، فلذلك خرجوا اليوم ليعبروا عن رفضهم للخذلان حتى بما يسموه تآمر على هذه المحافظة، لا تحرير لا رواتب لا أي شيء ممكن أو لمسوه يمكن أن يرفع من معاناة أبناء هذه المدينة. الانهيار العملة الذي تمر به البلاد ورغم الظروف التي تمر بها محافظة تعز من حصار وجوع وظلم واستبداد. المعاناة المستمرة لهذه المدينة هو أبرز ما حملته رسائل هذه التظاهرة للمعنيين في ظل تفاقم الأوضاع. خرجنا اليوم هنا في مدينة تعز مسيرة من أجل غلاء الأسعار، من أجل انهيار العملة، من أجل الكارثة التي ستحول بهذه المدينة وباليمن بشكل عام. جلسنا سنتين وسبع أشهر بدون راتب، وعندنا صرفت الشرعية صرفت حق شهرين أو ثلاثة أشهر، والآن لنا ثلاثة أشهر بدون راتب. الغلاء، ارتفاع المعيشة، ارتفاع هبوط الريال، ارتفاع الدولار، ارتفاع السعودي. يرى مراقبون أن انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ترجع أسبابه لعدم إيفاء المملكة العربية السعودية بوعدها التي تحدثت في وقت سابق عن نيتها لإيداع ملياري دولار لخزينة الدولة، وهو ما يعد سببا رئيسيا للكارثة المعيشية التي تعيشها هذه المحافظة والمحافظات المحررة. كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها. مثل شعبي أضحى واقعا يعيشه السكان هنا ويردده الكثير منهم كلما تهاوى الريال أمام الدولار وازداد الوضع المعيشي تعقيدا. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.